طيب لو رحنا لملف التحكيم، عايز اعرف من حضرتك ازاي تابعت اصدار لجنه المسابقات باتحاد الكوره كانت عقوبه ايقاف كابتن الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي 4 مباريات. احنا فوجئنا بيها طبعا، بس القرار تراجعوا فيه بالظبط وتم ايقافه بمباراه مباراه واحده. واحده. هي المفروض، هو للاسف اصل يعني الفتره ديت ما فيش اتحاد كامل، يعني 3 اشخاص وتقريبا واحد مسيطر، هو المسيطر هو اللي بياخد قرارات احاديه، يعني قرارات شخصيه ممكن تكون في رواسب جواه بتاثر في قراره، انما القرار ما يكون مجتمع لجنه موجوده مثلا بتضم 7 اشخاص 8 اشخاص، يعني بيبقى في مناقشات ويعني بالظبط في رأي. النهايه بنوصل لقرار صائب يعني. انما القرار الاحادي ده من شخص واحد اعتقد، وده دل على شيء اهو نفس في تراجع، يعني قبل ما تاخد القرار ادرسه بشكل ما كويس. كانش مدروس يا كابتن، لا خالص ده خالص. وجهة نظر. طبعا 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 طبعا. ازاي تلقيت يعني الخبر لما عرفت ان كابتن شناوي هيتوقف 4 مباريات؟ يعني انه الناس كانت مستغربه انه الحكم اساسا في المباراه ما ادالوش كارت اصفر، ما ادالوش يعني اي انذار او اي حاجه. اعتقد حتى كتب في تقريره ان هو اللاعب لم يقصد الاساءه يعني ليه، بالظبط فخلاص موضوع ده انا الحكم، انا المفروض يتخذ بقراري بالظبط. الكلام ده. لو محمد شناوي اخطا في حاجه احنا ما شفناهاش، انما كان الكاميرا مسلطه يعني الموقف واضح قدامنا قدام الجميع حتى اللي بتتفرج على الشاشه. هو في النهايه قرار يعني مش صائب يعني وتم التراجع فيه. اعتقد يعني المفروض القرار اتخذ بحكمه ويكون مدروس علشان ما يصدر القرار يبقى مقنع للناس وما بقاش فيه احتجاج وكده، انما للاسف يعني كان طب تابعت